بكم مشاهدينا في هذه السانحة الطيبة، ونحن نبدأ بغذاء الروح الموسيقى. أهلا بك مامون صالح الرضي، شرفتنا كثير في هذه الفقرة. حبابك لي. وأنا سعيد جدا والله بالإطلالة من خلال عبر قناتكم الجميلة، يعني سعداء جدا أن تكون معنا اليوم في هذه الفقرة من ظلال الأصيل، لعلها تكون الختام والتحليه زي ما بيقولوا. ان شاء الله. حياك استاذ مامون. يمكن يعني الكثير من العازفين السودانيين اللي اشتهروا بعزف الكمان او الكمنجه كما معروف كانت لهم الوجود الفاعل في الساحه الغنائيه السودانيه وفي الساحه الموسيقيه تحديدا. دارين نعرف تاريخ عزف الكمنجه في السودان، اول من عزف الكمنجه اذا مستحضر، او التاريخ الاول. والله حسب معلوماتي اخر المتواضعه دي، يعني انا بفتكر انه آلة الكمان تقريبا هي جات وافدت تقريبا مع المستعمر تقريبا، واول من تعامل معاه من خلال التسجيلات بتاعت الاسطوانات اذا كانت مع ناس الحقيبه او اللي هو سير عبد الله اللي هو وثق معنا السرور وكروما ولن البرهان وكده يعني. بعد ذاك طبعا كانت في المستشفيات العسكريه، ولحد ما تم انشاء المعهد وبيت الناس يدرسوا طريقه علميه يعني، وبرزوا في المجال ده ناس كتار يعني ما شاء الله. طيب عندك فكره اول من عزف على الكمان جمله؟ والله حسب معلوماتي انا تخليت سير عبد الله. حياك استاذ مامون. وفي يعني بدر التهامي برضه ما شاء الله. ايوه من الاوائل يعني، من الاوائل المعروفين. ايوه. طيب استاذ مامون، يعني هل فعلا انه الكمنجه هي الاله اللي شكلت الوجدان السوداني؟ هي الكمنجه بالمناسبه يعني هي سيما سيده الاوركسترا. لانه تاريخها ضارب في الغضم شديد يعني. لو رجعت للتاريخ الاوروبي يعني بتلقي ناس موزارت، ناس بيتهوفن وكده في الشغل بتاع الكونشيرت او السامفوني، هي كانت بتكون مسيطره دائما على شكل الاداء الموسيقي يعني. فآلة عندها تاريخ قديم وآلة عظيمة يعني، وآلة يعني زي ما أنت عارفة هي آلة تعبيرية أكثر منها يعني، دائما في صياغة اللحن يعني دائما هي بتكون مسيطرة على اللحن، هي اللي بتدي اللازمات والحاجات. نعم. طيب أستاذ مامون، معروف إنه عازفي الكمانجا أو عازفين لأي آلة بيكون دائما يعني قدامه النماذج أو قدوات في هذا المجال يعني. أكيد. يعني أستاذ مامون أكيد له قدوة في هذا المجال، كان له الدور الكبير جدا في أنه يكون من أميز وأكثر العازفين معرفة وشهرة الآن. أكيد يعني أنا أترحم على أستاذي محمد عبد الله محمدية رحمه الله. يعني هو كان متميز جدا وكان إنسان يعني فنان بمعنى الكلمة. نعم. فأنا يعني تأثرت به شديد ما أكذب عليك. ده كان استاذي، وبعد ذاك الله يرحمه برضه استاذ محمد البشير صالح اللي هو درسني الكمانجة، كان دكتور في معهد الموسيقى والمسرح رحمه الله، الله يرحمه ويغفر له. وفي نماذج كثيره لكن هسه حاليا عمان عربي برضه ربنا يديه الصحه والعافيه. وفي عمان عربي وفي خواط، ديل طبعا احنا ما حضرناهم لكن بنسمع السير عنه وسمعنا لهم يعني. نعم كويس. نعم. طيب استاذ مامون، يعني أشهر عازفي الكمنجة في السودان أكيد كان لهم دور في تأليف مقطوعات موسيقية مشهورة في السودان. أستاذ مامون، الآن يعني أنت أكيد بيكون لك عدد من المقطوعات أو أبدعت في هذا المجال يعني، فلو تعرفنا عن إنتاجك الموسيقي. والله أسأل سمعناه قبل شوية دي حاجة اسمها مازيقا، تأليف شخصي، وعندي في بعض النماذج برضو. هي انا بميل للموسيقى البحته اكثر حاجه يعني، بحب انه الف كده يعني، ما ده ما يمنع انه مثلا انا اكون بعزف مع فنانين وكده، لكن بحب يعني حتى مجهودي الفتره دي كلها يعني ما يعني ده احس انه انا عملت حاجه وضفت حاجه يعني. اكيد. طيب استاذ مامون، يعني اكيد الكمنجه لها دور كبير جدا في الاوركسترا الموسيقيه، يعني حدثنا في الحته دي. طيب الكمنجة يعني نحن تكلمنا من جانب مثلا من جانب التوزيع الموسيقي يعني،
انت ملاحظه يعني قد تكون حتى في غنانا العادي السوداني ده، حتى اجمل التسجيلات اذا كانت في مكتبه الاذاعه او في التلفزيون، يعني الغالب الاعظم الكمانجا كان لها دور مسيطر. ما عشان انا بعزف كمانجا لكن دي حقيقه يعني. لا حقيقه بجد، حتى اجمل الالحان، حتى مساحه الصول ومساحه التعبير كان بتكون للكمانجا اكثر. طيب نحن حنسمع هسه مقطع ان شاء الله. تفضل. ان شاء الله. أستاذ مامون، يمكن مشاركة العازف السوداني مع الفرق الموسيقية العربية، يعني كيف تراها أنت؟ هل من السهولة إنه الاندماج مع الموسيقى العربية، خاصة الحديث عن سلمنا الخماسي؟ والله يا أخي هي عشان أنا ما عملت الاندماج كذا ولا كذا، لكن هي عملية بتاعت لونية يعني. نحن عندنا لوننا وعندنا طريقة يعني. حتى سلمنا الخماسي ده وما سلم المعاولة كده، أنا ما أمريكا الصين الدول الجوار كلها تشتغل الخماسي، لكن إحنا مشكلتنا عندنا مشكلة بتاعت إعلام يعني. إحنا دائما ما عارف، أنا بيجي نحس إن إحنا عندنا إحساس الدنيا ليه ما عارف، مع إنه مزيكتنا جميلة وحتى شعرنا جميل وعندنا مادين ممتازين، لكن بس ما عارف إنه وصل الحاجة للناس كيف. دائما إحنا عندنا إحساس الدنيا ما عارف ليه يعني. نعم. طيب أستاذ مامون، يعني أكيد العازف له دور كبير جدا في المشاركة في الألحان أو إصلاحها أو الوصول إلى اللحن النهائي في الغناء. أكيد دي اسمه ورش، يعني ورش يعني هسه معظم الألحان الشايفها دي هاي بيقول لك ألحان فلان مثلا، في ألحان عثمان حسين ألحان كذا، لكن العازف يعني في إضافات زي ناس عربي زي ناس محمدية، فأضافوا إضافات كبيرة جدا في الغناء ده بالمناسبة، لكن زي ما بيقولوا دائما العازف في السودان أبو ضايع ساري، لكن عندهم دور يعني عندهم الغضح المعلى في الحتة دي والله. يعني حتى في بعض العازفين ملحنين بارعين جدا، أنا عركي عبد الله عربي لحن كم عمل يعني لعثمان مصطفى، في عنده كمان يعني الحان حتى المرحوم يوسف القديل اللي هي تجربته مع محمود عبد العزيز ده خير مثال يعني، كان بيلحن بالكمانجة دي. أستاذ مامون، يعني معروف إنه المراكز الثقافية الشبابية هي نقطة لأنه يتعلم فيها الأجيال التعامل والتعاطي مع الموسيقى أو العزف في عدد من الآلات، يعني كيف ترون يعني الآن وضع هذه المراكز في هذه الفترة تحديدا، خاصة أن الشباب يعني يحب الموسيقى ويقبل عليها؟ حقيقة أول حاجة دار رشيد بدور مركز شباب من درمان وعلى رأسه الأخ خميس هو مدير المركز، والله يعني دي حاجة أنا بقولها للتاريخ، يعني في نشاط وفي فعاليات جميلة جدا وفي اهتمام يعني وضع عظيم، بالرغم إنه في بعض الخريجين يعني يحاولوا يعني يعملوا معاهد خاصة لدراسة الموسيقى وكذا، وفي قبول يعني ما أكذب عليك،
لكن انا بتمنى انه اي انسان دار يتعلم الموسيقى لابد من انه الموهبه صحيح هي اساس الشغلانه، لكن لابد انك تشغلها من خلال العلم يعني، لابد انها يعني تدرس يعني. نعم. طيب استاذ مامون، احنا عايزين نسمع لحن وطن. وطني؟ خطيتني في حته صعبه. اي حاجه. تمام. اختيارك انت. تمام. رحم الله العميد، رحم الله، وربنا يزيد الصحة والعافية لفنانينا اللي على قيد الحياة، ويديك الصحة والعافية أستاذ مامون. سؤال آخر، هل تعلم الموسيقى يعني سهل بالنسبة للشباب خاصة الكمان؟ والله كله أعلى يعني، من كمان بس يعني كل حاجة دايرة مشهود، دايرة تمارين، أنت تاخذ الطريقة الصح. مثلا القاعدة الموسيقية أنك تقرأ النظري وتقرأ العملي، وبعد ذاك تيجي للتنفيذ بتاع انك تنتقل من مرحلتين انك تعرف الغايه الموسيقيه، بعد ذاك تيجي حاجه اسمها الصوتيه الاغاء والحاجه الصوتيه الغنائي. لو اساسا ده الاساس بتاعك البيزك بتاعك الحقيقي وانت موهوب بتمشي يعني، وما في حاجه يعني بتيجي بالساهل، لابد من ساعات من التمارين وكده، لكن ده ما تصعب للناس، لكن الزول الدار يصل لازم يصبر عشان يصل. انت تعلمتها سريع؟ لا، انا قريت، انا بديتها وانا في الثانوي العام في قصر الشباب، درست على اليد الكوريين والاستاذ محمد بشير صالح كان درسنا، كنا محظوظين يعني في الفتره دي زمان بابا نميري زي ما بيقولوا، فنهلنا يعني كويس والحمد لله. ربنا يديك الصحه والعافيه، ونتمنى لك التوفيق ونسمع لك المقطوعات الجميله ان شاء الله. لكن برضو لازم نختم بلحن من اختيارك. كويس. Thank you.
إن شاء الله أستاذ مامون صالح الرضي، شكرا لك على هذه المعزوفات الراقية الجميلة، نتمنى أن نستمع إليك دائما في مقطوعات من تأليفك. كنت ضيف عزيز علينا عبر هذه الفقرة من ظلال الأصيل. حياك، شكرا لك، حياك، شكرا جزيلا لك.